رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. بعد ما أخذنا الشيخ بعد ما خلصنا مع الشيخ محمد الأنصاري، اللي محتاج يتواصل معايا يا جماعة الأرقام موجودة على التليفون. ونحب نرحب بضيفنا الدكتور محمود طلعت. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك والاستاذه روعه مجدي. اهلا وسهلا روعه، وانت روعه فعلا. الله يخليك، شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا منى، اهلا. دايما منورنا بالحالات الجميله والشباب، يعني هنقولي المثال الاعلى لنا. ده حقيقي. اهلا وسهلا بحضرتك. نشوف الشيف كده ونرجع. هي النوش عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه بقى. وانت طيبه يا قلبي عشان عيد ميلادك. وانت طيبه يا قلبي، يا رب تكون عجبتك. لسه بقى لما اخلص واجي اشوفك ولا اشوفك؟ لا في البيت بقى. خلاص. طب انا هاخدها ولا لا؟ ايوه هتاخديها طبعا. انا هتفرج عليها بس بتاعتك، لازم تاخديها. انا عايزاكي تشوفيها. ميرسي جدا يا قلبي. ميرسي ميرسي جدا، جميله قوي. وعلى صورتي كمان. اه طبعا. امال ايه حبيبه قلبي. حبيبتي دكتوره، حبيبتي ربنا يبارك لك. تسلمي لي يا شيخ، مفاجاه جميله منك جدا. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتوره منى. النهارده بقى تحضروا معانا عيد الميلاد بس بعد ما نخلص الحلقه. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. مناسبه جميله. تسلم لي. هي اجمل بوجودكم والله. اجمل بك. انا سمحت بقى عن روعه. تمام. ان هي اتبرعت لمامتها بفص الكلب. دي حاجه جميله جدا قوي. يعني قليل مننا اللي دايما بنعرف ان الام هي اللي بتضحي، لكن البنت هي اللي بتضحي دي، فبتبقى حاجه قليله جدا. فبصراحه انت مثال اعلى لنا كلنا يا روعه. شكرا جزيلا. والحمد لله على السلامه. الله يخليك. عايزين نعرف قصه روعه بقى يا دكتور. هي قصه روعه ككثير من القصص عندنا في وحده زراعه الكبد، ان بيبقى عندها حد من اهلها محتاج زراعه كبد، مريض بفشل كبدي، حياته للاسف على المحك، محتاج يشيل الكبد البايظ ده ويحط فص من كبد سليم من متبرع. تمام. عاده بتبقى المشكله الكبرى للعمليه دي المتبرع، مين الشخص اللي هيضحي بحته من جسمه ويديها للمريض ده. في قصه روعه ومامتها الشخص كان جاهز، انا هدي ماما خلاص على طول، هتبرع لماما، امها عايزه تتبرع لها، تحبها، عايزه تعيش معاها، عايزه اشوفها كويسه. روعة ما ترددتيش؟ لا بالعكس، يعني احنا ست اخوات، كنا احنا ست عايزين نتبرع اصلا. وما كانش في اي تفكير او اي تواني في الموضوع ده، يعني ما حدش فكر في حته مخاطر او مش مخاطر يعني. جميل جدا. لان بمنتهى السهوله يعني لو حسبناها ان هي حياه او موت، فالحياه دي بتاعت ربنا والموت برضو بتاع ربنا. يعني انا بدون بره العمليه انا ممكن في اي وقت يحصل لي اي حاجه لو ربنا رايد دوت. طبعا. لكن مع الام بيبقى الوضع مختلف يعني. يعني عندك حاجه أولاد؟ بسيطه. لا لسه ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله بذريه صالحه زي كده بالظبط. الله يخليك يا رب. عرفت ان جوزها امريكي. اه. كان موقفه ايه بقى؟ جوزها امريكي. هما بطبيعه الحال بيبقى الاجانب بيدوا فرصه للتناقش في الموضوع، يعني الموضوع ما بيبقاش من وجهه نظر واحده. كويس جدا. واحنا بقالنا في موضوع ماما دوت في التعب حوالي سنتين، فهو كان عارف ان ماما تعبانه وهو كان عارف ان افضل الحلول لماما التبرع. فكانت الفرصه مين بقى اللي هيتبرع؟ احنا كنا انا واخويا كنا داخلين في الموضوع دوت، مين فينا اللي هيتبرع؟ واخويا راح ادى اسمه من ورايا وقرر، بس لظروف ما في التحاليل ما كملش، فكان فاضل خلاص ما فيش غير انا يعني. فروحت اتكلمت معاه وشرحت له الوضع، انه دلوقتي ما عندناش اختيارات، ودي والدتي يعني، ماما شالتني في 9 اشهر، عملت كل حاجه في الدنيا عشان خاطري، فدلوقتي الواجب والحب وكل حاجه بتقول ان ده دوري دلوقتي ان انا ارد لها. وبعدين احنا كنا سألنا كل الدكاترة المتبرع تقريبا، يعني هم اصلا ما بيدخلوا ناس الا لو 100% انت كويس، فما كانش في حاجة تستدعي الخوف اكتر من انه هو هيبقى وقت عصيب هتقف جنبي فيه. والمفروض ان الجواز ان انا بشوفك في الحلو وفي الوحش، بتبقى معايا في المواقف الصعبة زي ما انت معايا في المواقف الجميلة يعني. في الاول كان خايف لانه الطبيعي يعني انت مراتي وكده، وبعدين قال لي ده قرار انت لازم تاخديه بمنتهى الحرية، وفي الاول وفي الاخر دي والدتك، انا مش ما ينفعش ان انا اقول لك لا وبعد كده احس ان انت ندمتي بسببي او انا عرضت حياه والدتك يعني للخطر. كويس جدا، كان متفاهم يعني. اه لا الحمد لله. الحمد لله. طيب هنستاذنكم في فاصل ونرجع تاني.
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بالنموذج الجميل روعة والدكتور دكتورنا الغالي دكتور محمود. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا روعة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نكمل الحديث بقى يا دكتور. الحاجة الجميلة في قصة روعة وزوجها اللي وافق على التبرع ده الوعي. الوعي اللي احنا من خلال برامج زي حضراتكم، من خلال الإعلام، من خلال تواصلنا مع الناس، عاوزين نوصله لكل الناس ان عمليه التبرع بالكبد عمليه صحيح هي كبيره، بس احنا ما بنعملهاش الا ما نكون متاكدين من اعلى درجات السلامه والامان للمتبرع. وده اللي سالت عليه روعه، وده اللي وصلته لجوزها، فبالتالي هو اقتنع بالفكره واطمن عليها ووافق، فتمت الامور بهدوء سواء على المستوى الاجتماعي والمستوى ممكن حد يرفض في الوضع ده. في ناس بترفض يعني، بتخاف طبعا ممكن يرفض. يعني حد هيفتح بطنه وهياخد منها حته، ففي ناس بترفض طبعا خايف. لا مش المتبرع نفسه يعني، هي لما عرضت الموضوع على جوزها فممكن يرفض في الوقت ده. في ناس ما عندهاش الوعي الكافي انها توافق، يخاف عليها. بيخاف عليها، يخاف من انها مش يعني هو مثلا ما اعتقدش يخاف عليها دي يا دكتور، انه يخسرها. هو لا، واضح انه بيحبها. هو ممكن يخاف ان هي تمرض ويصرف وكده. ما هو ده احد يعني، دي احد فعلا المخاوف. فعلا والله هو مش خايف يخسرها، لانه مش لو عنده قلب اساسا بيحبها، فبالتالي هيحب حد في مكانه. لا حد في مكانه طبعًا. ممكن ما يكونش خايف على المريض او على قريبه اكتر ما يكون خايف ان هو هيحتاس بيه مع ما اصح. ايوه لو بقى نروح ونيجي وعمليات وتعب وجزء يبقى فيه اعاقه في الموضوع ومش هتعرف تاخد بالها من البيت والولاد، بس هو كان عنده الوعي الكافي ان هو يتقبل حاجه زي كده، ودي حاجه من حسن حظها وحسن حظ مامتها. هو لازم يكون الواحد عنده وعي كافي، ده حقيقي، وده دور الاعلام، ده دور برنامج زي حضراتكم يعني. طبعا تشكروا لتبني القضايا اللي زي دي والتوعيه لحاجات زي دي، فعلا دوركم كبير جدا. نموذج مشرف، ده حقيقي، فلازم ان احنا نعرضه. يعني احنا النهارده الشر انتشر كتير، فما بنصدق نلاقي حاجه كويسه خير، فبنحب نقول انا مش دايما طول اليوم هنقول بقى على السلبيات يا جماعه، في ايجابيات يعني بتفتح نفس الناس على الاقل يعني ان هم يسمعوا البرنامج. في ايجابيات جميله وفي حاجات جميله قوي وانسانيه، مش بس جداً حاجات جداً. صح، لا دي انسانيه جميله. انا متابعة دايما حضرتك، فبشوف ان كل يوم في متبرع من شكلي، فالشجاعه كانت في اول متبرع، دي الشجاعه اللي بتخلي اللي بعد كده ما يخافش ولا يقلق. صح كده؟ صحيح، ده حقيقي. صحيح. حضرتك ايه النصيحة اللي بتديها للمريض اللي بيجي لحضرتك والمتبرع؟ النصيحة ان هم يصبروا. تمام. زراعة الكبد هي رحلة، انا دايما بسميها رحلة، بنطلعها كلنا مع بعض، المريض، المتبرع، الفريق الطبي. رحلة متعبة، مرهقة، ماديا واجتماعيا ونفسيا. تمام. فيها فترات سعادة وانتصار، فيها فترات انكسار وتعب، زي ما قالت روعة بيبقى في وقت عصيب، لازم نصبر عشان نعديه مع بعض. عديناه مع بعض، قمنا بقى بالسلامة، والمريض بقى كويس، والمتبرع بقى كويس، الفريق بقى مبسوط، بقى عنده استعداد وطاقة انه يدي للعملية اللي بعده او للمريض اللي بعده. الصبر، الصبر من المريض ومن المتبرع ومن الفريق الطبي، هو ده اهم حاجة، دي كلمة السر. اهم حاجة كلمة السر الصبر. نشوف الشيف الجميلة. يا شيف ايه الاخبار؟ تمام، خلصنا. خلصتي؟ عملتي لنا النهارده حلو بقى. عملنا ده غير التورته الجميله بتاعتي. عملنا طاجن بطاطس محمره بالجبن والبسطرمه والزيتون. تمام. وعملنا بسكوت بالجبنه والزبده. تمام. سهل جدا واي حد يعرف يعمله، بسيط جدا، هما ثلاث مكونات، وبيدهن على وش البيض، وبيتحط حبه البركه، جبنه، سمسم، اي حاجه، اي حد ممكن. الشيفة دي شاطره جدا. واضح. عملت كل ده في واحنا بنتكلم. دي ست البيت المصريه. يا رب يعجبكم بس ان شاء الله. الحاجات الجميله ديت هنشوفها على الهواء. الله ينور يا شيف. جميل جدا. ميرسي يا حبيبتي. وتسلم ايديكي، وميرسي جدا جدا على المفاجاه الجميله دي. عفوا، على ايه، حاجه بسيطه حبيبتي. حبيبتي تسلمي لي يا رب. تسلمي يا دكتور. الحاجات دي على فكره ممكن تساعد روعه ان تسترد صحتها، والفريق الطبي برضو ممكن يسترد صحته. صح كده، بالحاجات دي. شفت احنا عاملين لكم ايه النهارده عشان تستردوا صحتكم. اليوم جميل النهارده. بيبقى في ارهاق سواء من الفريق الطبي او من المتبرع او من المريض، لان بيبقى في قلق بصراحه يعني، كان الله في عونكم.
هو انا بس كنت حابه اقول لحضرتك برضو يعني إيه هو بالنسبه للمتبرع واللي بيعمل الزراعه بتبقى العمليه مرهقه ليهم في حد ذاتها كطبيا يعني نتيجه العمليه وكده. لكن بيجي الدور الاسري حواليهم دوت بيبقى دور مهم جدا طبعا. الدائره الاجتماعيه بتاعتهم لما بتبقى متحده على ان هي تيسر لهم الامور وتشيل الصعاب ده بييسر. يعني انا في حالتي مثلا زوجي تعب معايا وما انكرش دوت طبعا انا بوجه له الشكر من هنا وبوجه شكر لكل اخواتي وكل اصحابي وحتى الناس اللي هم كانوا مجرد زمايل اللي ظهروا فجاه وبدوا دعم نفسي ودعم اجتماعي وقد ايه هم كانوا شايفين ان الموضوع دوت كويس وبداوا ان الحلقه نفسها ان الناس بتديكي نوع من ان انت لا ده حاجه كويسه دافع. داخل البيت نفسه كان ليهم دور جامد جدا. يعني انا لولا اخواتي في البيت كان هيبقى عندي مشكله فعلا مع زوجي لان انا هبقى مقصره حقه لنفسي. البيت والحلقه الاجتماعيه القريبه لو الحلقه دي مش فاهمه ان العمليه دي مش بس عمليه جراحيه وان هي عمليه اجتماعيه كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. تاني حاجه في حاجات الناس ما بتبقاش واخده بالها. يعني احنا مثلا من ضمن المواقف اللي تعرضنا لها وكانت صعبه علينا ان احنا اصلا لما عرفنا ان ماما كانت ما عندهاش حل غير الزراعه احنا كانت عندنا مشكله في قبول ماما للموضوع. يعني احنا كانت المشكله فينا احنا احنا كنا عندنا استعداد للتبرع لكن والدتي كانت رافضه الفكره دي تماما. يعني من قبل ما ندخل في الحوار دوت وهي قالتها انا لو عرفت في يوم من الايام ان هيبقى في زراعه كبد اعرفوا ان الموضوع ده ممنوع. احنا عملنا لفه كبيره جدا وعملنا قصه وحوار عليها عشان بس نبعد ان لا ده ما فيش زراعه وده ده علاج جديد ومش عارف ايه لغايه لما هي عرفت وسلمت الامر الواقع. الحمد لله على سلامتها وليكي شكر مننا كلنا روعه على الحاجه الجميله اللي انت بتعمليها دي. وبنشكر الدكتور محمود ان هو بيعرفنا بالناس الجميله. وجزاك الله خير يا دكتور انت وفريق العمل كله لان بصراحه انا عارفه ان انتوا بتتعبوا تعب شديد وبتسهروا وكده. يعني الدكتور اوقات بيفضل الساعه 3 و4 الفجر لسه قبل الهوا كان في مكالمات على حاله فيها مشكله برضو المفروض هنروح ونتحرك ونبدا نعمل لها حاجه كده. يعني ربنا يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم وان شاء الله ربنا يقومهم بالسلامه جميعا باذن الله يا رب امين. ولازم طبعا يعني الشكر لازم يكون موصول للفريق كله طبعا. فريق زراعه الكبد ده فريق طبعًا. كبير مكون من تخصصات كثيره طبيه وغير طبيه وتمريض وعمال وموظفين وفنيين وصيدله وجوه الطب في تخصصات ثانيه وكل تخصص فيه اعداد كبيره. فريق كبير يعني تخطى 50-60 فرد كلهم بيتعاونوا عشان يطلعوا النتيجة الجميلة دي اللي هي مريض قام بالسلامة ومتبرع عرف يديله واطمن عليه وقام بالسلامة روح بيته. احنا بنشكركم جميعا والله على مجهودكم ده وتشرفنا بيك النهارده يا استاذه روعه. تشرفنا بحضرتك يا دكتور. شرف ليا طبعا. نشوف الشيف قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا. ممكن اجي اشوف التورته بتاعتي؟ يا ريت. والله جميله شفتي انا دي انت دي عجبتك المفاجاه؟ ميرسي ميرسي جدا. بنبوس بعض وفي كورونا يا جماعه عادي يعني مش مشكله بس انا طيب احنا واثقين ان مفيش حاجه الحمد لله. مش عارفه اشكرك ازاي يا حبيبه قلبي. على ايه؟ على ايه؟ دي حاجه بسيطه حبيبتي. انت عارفه غلاوتك عندي يا دكتوره حبيبه قلبي. انت اختي والله. انا عايزه بقى الناس كلها تشوف المفاجاه الجميله دي. كل سنه حبيبتي عليك احسن من كده كمان. ودي البطاطس؟ وده البسكويت. انا لازم تدوقيه الضيوف يدوقوا. طبعا طبعا لازم طبعا. حضرتك مش عايز تاكل بسكويت يا دكتور؟ ده مهم حضرتك ده مهم للصحه النفسيه للفريق. احنا نختم الحلقه ونقف هنا نخلص الحاجات دي كلها الا التورته مفيش حد هيلمسها. لا التورته معاكي في البيت. ميرسي جدا يا حبيبي. العفو. ما تقولي لنا بقى على الطريقه بتاعت التورته كده سريعا. دي اسبونج وعليه النص كيلو بياخد 6 بيضات طبعا دي كبيره فدي واخده 12 بيضه لان ده كيلو. وبياخد محسن جلد ده بيجي من عند خامات الحلويات ونص كوبايه ميه دافيه وفانيليا وبيضرب ربع ساعه اهم حاجه. وبعد كده بنكون طبعا مجهزين صينيه فيها ورق زبده بنحطه في الفرن على درجه حراره 180 بيقعد من ساعه لربع ساعه. السبونج بياخد وقت شويه عن الكيك العادي فبنفتحش عليه قبل نص ساعه عشان ما يهبطش يا جماعه.
بس كده، بيستنى على الاقل خالص 6 ساعات عشان نبدا نشتغل فيه تزويق. يعني ما ينفعش نشتغل فيه اول ما يطلع من الفرن، ولا حتى لما يبرد بعد ساعه ولا ساعتين، لازم على الاقل خالص 6 ساعات، والافضل يبات. علشان ما يفرولش. سؤال محيرني يا شيف، معلش انا عايز اعرف الصوره دي اتعملت ازاي. الصوره دي شوجر شيف، يعني سكر بيتبع الشكل اللي انا عايزاه على السكر، بتبقى مش اجهزه بقى وبقى وشغل كده. بتتاكل ولا لا؟ بتتاكل سكر، بتتاكل سكر وصحيه يعني. انا يعني هم هياكلوني خلاص، احنا هنشيل الصوره ناكلها الاول. شكرا يا شيخ. العفو يا دكتور، العفو، بجد فرحتيني. كل سنه وحضرتك طيبه يا حبيبتي، يا رب. بالهديه الجميله دي انا بقى هفضل شايلاها كده، يعني مش هخلي حد يلمسها خالص. ماشي، تمام، اتفقنا. بشكرك جدا يا دكتور، وشرفتنا ونورتنا النهارده، وبشكر الاستاذه روعه، نورتونا النهارده، والحلقه عدت بسرعه بيكم، وان شاء الله لنا حلقات كتير باذن الله مع متبرعين جدد ان شاء الله، وشباب ورد كده ان شاء الله. وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير يا رب. ميرسي جدا يا النوش. العفو يا دكتور، جميله. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حل، انتظرونا.